احتفلت المدرسة الإنجيلية اللوثرية في بيت ساحور بحفلة ميلادية جمعت طلاب المدرسة وخريجيها مع أولياء أمورهم وبحضور المطران منيب يونان وأعضاء الهيئة التدريسية المشرفة على العمل الفني. بهمنا كثير على أنه ندخل فرحة الميلاد في قلوب الأطفال وأنه ندخلهم في قصة عيد الميلاد. هذا التقليد صار له فترة طويلة من وقت نشأة الكنيسة في جميع مدارسنا. أهم شيء هي تدعى حفلة ميلادية، ولهذا السبب بنعلمهم الإنجيل، بنعلمهم قصة البلاد، وبندخل في فرحتهم قصة البلاد، وبنعطيهم أنه يبدعوا مع الترانيم اللي احنا تعودنا إليها. فإحنا بنعمل اليوم قبل عيد الميلاد حتى ندخل في أجواء الميلاد، ما ندمناش فقط في أجواء العمل وأجواء المادة وأجواء الاستهلاك، إنما أن ندخل في عيد الميلاد وفي أجواء حتى تعدنا لليلة عيد الميلاد بروحانية قوية إنجيلية اللي نقدر نصلي نطلب من الله إنه يتجسد في قلوبنا ويعطينا السلام الحقيقي ويصالحنا معه ويصالحنا مع البشر. هذا هو المعنى فيها. طبعا هذه الحفلة ننتظرها كل سنة ومنعملها كل سنة. في عنا أكثر من معلمة وصف بيكونوا متشجعين لما نعملوا فقرة وبرنامج لعيد الميلاد، فببلش معهم من شهر 11 إنهم يحضروا. زي ما شفتوا، بعرف إذا شفتوا كيف الأولاد حتى كانوا متمكنين جدا من الزجل والترانيم وإلى آخره. هذا طبعا تعب المسات والأساتذة اللي هم دائما بيحضروا بشغف وبحب لهذه المناسبة السعيدة. طبعا بيشاركوا مش كل صفوف، لأنه إذا ما سير كل صفوف تقريبا يعني بياخد كثير وقت. أكثر إشي الصفوف بيشاركوا وقت في الجوقة، يعني إذا لاحظت الجوقة متنوعة وفئات معددة وصفوف أكثر، ولكن المسرحيات أكثر إشي إذا لاحظت هي أطفال صف أول، صف ثاني، صف ثالث، رابع، وباقي القراءات هي من أكثر من صف إلى حد الصف التوجيهي. وكمان في عنا اللي بترتل مثلا هلأ ينابع المحبة، هي خريجة من مدرستنا ولكن تدرس في جامعة بفلسطين، وبتيجي كل مرة كل ما في أي نشاط تيجي وبتعمل معنا بتشارك في التراتيل. وتخلل الحفل فقرة ميلادية بأصوات طلاب المدرسة وعرض مسرحي للأطفال كانوا يرتدون خلاله لباس بابا نويل تعبيرا عن قصة الميلاد. وبرزت مواهب الأطفال من خلال أدائهم لبعض الوصلات الزجلية والعزف على آلات موسيقية مختلفة. احنا كل سنة هو الحفلة الميلادية هي سنوية كل سنة من بداية المدرسة من 1901 انبنت المدرسة لحديت اليوم، وكل سنة بنكون فيها من صف أول لحديت صف 12، حتى خريجين المدرسة بيشاركوا فيها جزء من البداية. إذا لاحظتوا التابعين الجامعات السنين السابقة اللي خلصوا توجيهي بيجوا يشاركوا فيها. بالنسبة إلي شفت الحفلة كتير حلوة لأنه أعطوا فرصة لكل الأولاد، ويعني شفنا أشياء مختلفة، مسرحيات، تراتيل، كان في أشياء يعني أنه ما حسيتناش أنه إشي واحد، بس كان في تنوع وشاركوا كتير يعني أطفال بكل الأعمار، فكان يعني إشي كتير حلو. كل سنة وفي كتير يعني هاي المدرسة من المدارس القليلة اللي ظلت محافظة انه حفلة الميلاد يتم في نفس الموعد، وكمان بيحافظوا انه يعني براعوا الاهالي عندهم اشغال وهيك، فدايما الحفلة بموعد يتناسب كل الاهالي يجوا على هذا الوقت. كانت كتير نشاطات زي ما حكت متنوعة، والولاد اللي كان خاصة اللي عملوا المسرحيات كان عندهم أدوار طويلة، يعني كانوا يحفظوا نص طويل، ومظبوط أنهم أبدعوا، المعلمات أبدعوا في تحفيظهم لهذا اللي كانوا يحكوه. أكيد شفنا كلنا مواهب حلوة بالترتيل، حتى مواهب بالتمثيل، مواهب بالإلقاء، فالحفلة هذه من المناسبات المميزة اللي كل سنة نستناها حتى لو ما كانوش أولادنا موجودين فيها، بس جدا يعني مميز هذه الحفلة. وكمان احنا لما كنا صغار بعمرهم كنا نشارك بهذه الحفلات وكان في إلنا دور.
أنا درست في المدرسة الإنجيلية اللوثرية طليطة في بيت شالة. على زمان وإحنا صغار كانت الحفلة هذه كمان من المناسبات اللي كنا نستناها ونشارك فيها بالتراتير.